رحمة رحيم معاكم أسرة ميكا 18. هناخد تأثير الـ buoyancy والـ استبد. أول حاجة لو عندنا جسم في مية، لو دي مية أو أي سائل، الجسم ده هيكون حاجة من التلاتة، يا إما نصه مغمور ونصه ضافي، يا إما كله اتغمر بس اتعلق في المية ما نزلش للآخر، يا إما كله نزل في المية لآخره. إيه الفرق ما بين كل واحد ودول؟ لو خدنا الحالة دي، إيه القوة اللي بتأثر عليه؟ لو اعتبرنا ان ده كيرفت سيرفيس كده وده سيرفيس تاني كده، كل واحد من دول عليه قوه البريشر كنا بنجيبها في الاول. كنا بنجيبها ازاي؟ بانها الفوليوم من اول نقطه لاخر نقطه. فالكيرف ده اول نقطه فيه اهي فوق واخر نقطه فيه كده، ده الفوليوم بتاعه. وهيعمل فورس عامله ازاي؟ فورس هتاثر بالشكل ده لتحت. طب الكيرف ده هيكون عليه من اول نقطة لاخر نقطة هناخد الشكل، هتبقى كل ده هيأثر عليه قوة من تحت، هتبقى القوة كده من تحت، تبقى القوة اللي فوق. فعلشان نجيب القوة اللي بتأثر على الدايرة دي هنقول من الاخر في قوة فوق من الكيرف اللي فوق وقوة تحت من الكيرف اللي تحت. فالقوة اللي فوق دي قيمتها بالجزئية دي، والقوة اللي تحت قيمتها بالجزئية دي كلها. فلو خدنا المحصلة، أولا الاتنين عكس بعض فهيطرحوا من بعض، فبالتالي هيتبقى الفرق ما بينهم. الفرق ما بينهم ايه؟ هو الكرة دي ذات نفسها. يعني من الآخر القوة البريشر هتبقى القوة عبارة عن حجم الكرة دي، هنسميها الـ FB، وهتكون لفوق لأن القيمة الأكبر كانت لفوق. وعندنا بيأثر تحت الوزن الدبل. لو خدنا الوزن بره يساوي M في G بيساوي رو في V في G بيساوي الجاما بي في الفي بي، الجاما بتاعت البادي في الفي بتاعت البادي، تمام؟ طيب هل هناخد هنا الفي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حجم الكرة كلها. هل ساعتها هاخد حجم جزء معين من الكرة؟ وهنعرف ليه. الاف بي دي بتساوي الجاما ال في في اي ام اف. ايه الفي دي؟ عباره عن حجم الجزء المغمور بس. يعني في الحاله دي هاخد الحجم ده بس، مش هاخد الحجم الكلي. وعندنا علشان الكره دي تبقى متزنه واقفه هنا، لازم الاف بي بتساوي الدبليو، يعني الجاما ال في الفي اي ام ام بتساوي الجاما بي في الفي بي. تمام، دي كده تأثير الـ buoyancy force بتاعتي. لو عندي بقى الـ stability، لو عندي جسم نصه مغمور في المية ونصه مش مغمور، أول حاجة الجسم ده واقف معدول، الوزن بتاعه بيأثر في النص بالظبط، ده كده الوزن. طب الـ buoyancy force لو خدت هتكون أكيد تأثيرها على الجزء المغمور بس، فهاخد في نص بالظبط الجسم المغمور، فهلاقيها نازلة مع الويت الـ FB. يعني هنا مفيش مشكلة، هساوي عادي الـ FB بالـ W زي ما عملنا قبل كده. طيب في الحالة دي إيه المشكلة؟ لو خدت الويت هيبقى في السنتر بتاعي، الويت دايما في السنتر مادام الجسم منتظم. طب الـ buoyancy force، الـ buoyancy force لو جيت هنا خدتها هلاقيها مش مع الـ W، هلاقيها هنا او هتطلع فوق هنا على حسب الجسم. البوينسي فورس فوق، تمام. طيب امتى هتكون هنا وامتى هتكون هنا؟ الوزن في الاتجاه ده والفورس في الاتجاه ده، فهيعمل لنا مومنت في الاتجاه ده. المومنت دي هتزود عوجة الجسم اصلا عندي معوج بالشكل ده، فالمومنت ده هيزوده، لا انا عايزاه المومنت تعدله. فالفورس دي اللي فوق كده والويت هنا هيعملوا مومنت في الاتجاه العكسي، وهي دي اللي هتعدل الجسم. فدايما انا هيبقى افضل لي الاف بي اللي بتعدل الجسم. طيب ايه الكلام ده؟ انا هقعد كل مره ارسم الشكل واشوف القوه فين واشوفها هتعدل ولا هتعول؟ لا، في طريقه تانية عشان اعرف الجسم ده متزن ولا لا. بعمل ايه؟ بجيب حاجه اسمها البي ام والبي جي. عبارة عن ايه البي ام وعبارة عن ايه البي جي؟ لو انا مديت الفورس دي لفوق لحد ما تقطع السنتر لاين ده وسميت النقطة دي ام،
تمام، هشتغل على الشكل كانه عدل كنوع ما للتسهيل، للتسهيل مش اكتر، هو للشكل العدل ما عنديش مشكله اصلا في الفورس، والجسم دايما ستيبل عندي. ده الجي دي بتاع الجسم، ولو جزء معمور كده هيكون ده كده الاف بي، ولو مديتها هنا هتطلع جي الام. فانا هجيب المسافه ما بين النقطه دي اللي هي بي البي ام والبي جي وقارنهم. لو النقطه ام دي طلعت اعلى من النقطه جي يعني البي ام اكبر من البي جي يبقى الجسم ده ستيبل. لو النقطه ام دي اوطى من النقطه جي يعني البي ام اقل من البي جي يبقى الجسم ده انستيبل. طب انا هجيبهم ازاي القوانين بتاعتهم؟ البي ام هيساوي الاي على الفي اي ام ام. ايه الاي دي وهجيبها ازاي؟ هنشوف. البي جي هتساوي ال على 2 ناقص ال اي ام ام على 2 طول الجزء المعبور. طيب عباره عن ايه الاي؟ الاي انا عندي كان عندي ده سطح السائل وده الجسم كده المعمول. هعتبر ان سطح السائل ده زي ما يكون سكينه وقطع السائل، يعني انا السائل قطع الجسم، الجسم بتاعي اتقطع من هنا. هشوف ايه لما ابص من فوق؟ هشوف ايه؟ هشوف الطول ده مع الويتس، هي دي الاريا بتاعتي، الطول اهو والويتس اهو. لو عندي ده قلنا الطول ده ايه والطول ده بيه، تمام. هيبقى عندي الاي موازي في عمودي تكعيب على 12. طيب انهي الموازي وانهي العمودي؟ من الاخر انا لو خدت ان ده الموازي وده العمودي التكعيب هجيب اي، لو سميناها اي واحد، وخدت مره تانية ان ده الموازي وخدت ده العمودي تكعيب هجيب اي اتنين، هتكون انهي فيهم اكبر؟ اكيد اللي انا كعبت فيها ده لان ده اطول، فاكيد هتكون الاي واحد اكبر من الاي اتنين، الاي واحد هتكون هي الاكبر. وبالتالي انا عايز اعمل، انا بعمل هنا ديزاين عايز اشوف هو ستيبل ولا ان ستيبل. هحسب على الاي الصغيره، علشان انا لو حسبت على الاي الصغيره وطلع سيف على الصغيره اكيد هيبقى سيف على الكبيره، يعني هو طلع سيف على المساحه الاقل اكيد على الاي الاقل اكيد هيبقى سيف على الاي الاكبر. فمن الاخر هاخد الكبير في الصغير تكعيب على 12، هي دي الاي بتاعتي. معتمدة على ايه او ايه نظامها؟ هو على طول كده، ده الكبير وده الصغير تكعيب على 12. نشوف بقى مثال على الكلام ده. مثال رقم واحد في الشيت، عندنا هو مدينا الشكل ده كده وقايل لنا ان ده مكعب، قايل لنا ان ال تساوي 0.5 متر، وعايز يجيب هو ستيبل ولا ان ستيبل في حالتين، الحاله الاولانيه اللي سبيسيفيك جرافيتي ب 0.6 والحاله الثانيه اللي سبيسيفيك جرافيتي ب 2.2، وقال لك ان ده ووتر. طب السبيسيفيك جرافيتي دي بتاعت ايه؟ قايل لك انها بتاعت المكعب، تمام؟ هناخد حاله من حاله حاله. اول حاله هي السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها 0.6، الجاما ال في الفي اي ام ام بتساوي الجاما بي في الفي بي. من هنا هعوض الجاما ال 9800 عشان دي ووتر في الفي اي ام ام. اولا دي مساحه الجزء المغمور، عندي في الجزء المغمور ايه اللي بيتغير عن يعني المكعب الكلي؟ اللي بيتغير اللي هو الطول ده، هو اللي فيه حته مغمور او لا، بس البعدين التانيين اللي هو البعد ده والويتس كده كده ثابتين في المكعب الكلي وفي الطول المغمور، فهحطهم ال سكوير فكده هحطها ال اي ام ام اللي هي الجزء المغمور، هتساوي جاما المكعب ذات نفسه اللي هي في الحاله دي 0.6 في 9800 في الفي بتاعت المكعب اللي هي ال اس 3، هنطير 9.8 × 9.8 والال اس 3 مع ال سكوير هيبقى ال، هتبقى من الاخر ال اي ام ام هتساوي 0.6 من ال التوتال، يعني مغمور من المكعب ده 0.6 من طول، وهو مدينا الطول اللي هو 0.5 يعني ال اي ام ام هتساوي 0.3 متر.
تمام. هجيب بقى البي ام والبي جي واقارنهم عشان اشوف هو ستيبل ولا ان ستيبل. اول حاجه هجيب البي جي تساوي ال على 2 ناقص ال اي ام ام على 2، ده 0.5 على 2 ناقص 0.3 على 2 هتطلع 0.1 متر. البي ام هتساوي الاي على الفي اي ام ام. الاي قلنا بناخد الصغير في العمودي في الكبير، الكبير في الصغير تكعيب. طب هنا ده مكعب اصلا كل الابعاد واحده، فهاخدها من الاخر. ال ال هنا كان عندنا العمودي تكعيب فهتبقى ال ال اس 4 اللي هي الاول، والعمودي تكعيب الاثنين مع بعض بقوا اس 4 على 12 في ال في بتاعت الجزء المعمور ال سكوير ال اي ام ام. السكوير دي هتروح هنا هيبقى سكوير. مهم ان من هنا هتطلع لنا ان البي ام ام هتساوي 0.069 متر، يعني البي جي اكبر من البي ام unstable. الجسم ده غير متزن، كان لازم ان البي ام تطلع لي اكبر من البي جي عشان الجسم ده يطلع متزن. بعد كده قلنا الحالة التانية، كان عندنا السبيسيفيك جرافيتي 2.2. انا المفروض اعمل ايه؟ اجيب الاف بي، اجيب منها الطول اللي هيبقى مغمور، بعد كده اجيب البي ام والبي جي، صح؟ بس انا ما خدتش بالي من حاجه هنا، الكثافه هنا اعلى من كثافه الميه، كثافه الميه عندي 1. طيب معناها ايه؟ جسم كثافته اعلى من كثافه الميه، يعني معنى كده ان هو خش هينغمر كله جوه الميه، فده مفهوش ستيبل وان ستيبل. من الاخر لما يديك اي جسم كثافته اعلى من كثافه الميه مفيش حاجه اسمها هو ستيبل ولا ان ستيبل، ده اصلا هينغمر جوه الميه. بعد كده مثال 2، كان مديني سلندر بالشكل ده معموره في ميه برضو، الطول بتاعها اتش والريديس بتاعها ار، وقال لك ان السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الماده بتاعتها 0.6، وعايزه اقل نسبه ما بين الار على اتش بحيث ان الاسطوانه دي تبقى ستيبل. هعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه انا ببدا بيها، ببدا اقول ان الاف بي تساوي الويت عشان اجيب النسبه ما بين الطول المغمور والطول الكلي. فهقول ان الجاما ال في الفي اي ام ام هتساوي الجاما بي في الفي بي. من هنا هقول ان الفي اي ام ام هتساوي دي الجاما ال بواحد الجاما بي بقبيل ستة، هتبقى قبيل ستة البي بي. ودي سلندر يعني الاريا ستة، الاريا ستة هي على الجزء المغمور وعلى الجزء الكلي، يعني انا لو من الاخر فكيتها وشاطت الاريا من هنا والاريا من هنا هتتبقى لي نسبة ما بين الاطوار، يعني الاتش الاي ام ام الجزء المغمور يساوي 0.6 من الاتش التوتال بتاعي. بعد كده انا عايزه اعملها ستيبل، يعني احسب البي ام والبي جي. اول حاجه هجيب البي جي هتساوي اتش على 2 ناقص اتش اي ام ام على 2 اللي هو هنعوض بيه ب 0.6 الاتش، اما نطرحهم من بعض هتبقى البي جي بتساوي 0.2 الاتش. طيب البي ام بتساوي الاي على الفي اي ام ام، الاي بتاعت الدايره باي على 4 باي على 64 دي اس 4، ولو انا عايزها بالار هخليها دي هخليها 2 ار اس 4 فهتبقى باي 2 ار اس 4 على 64 في اتش اوف باي في ار سكوير. ايه الاتش اوف باي في ار سكوير؟ دي الفوليوم. انا لو فكيت الفوليوم هنا هتبقى الجزئيه دي المساحه بتاعت الدايره دي باي في ار، والطول ده اتش. عندي دي الفي اي ام ام، يعني انا عايزه حجم الجزء المغمور بس، يعني الاتش دي اللي هي الاتش اي ام ام اللي هي ب 0.6 الاتش، يعني هحط هنا 0.6 هحسب الحسبه دي. فلما احسب الحسبه دي كلها هتطلع بتساوي 0.42 ار سكوير على اتش. انا عندي ان لازم علشان الاتزان يحصل البي ام تبقى اكبر من البي جي، ده الشرط بتاعي البي ام اكبر من البي جي.
فهحط هنا قيمة ال PM اللي هي 0.42 R square على H، لازم تبقى أكبر من 0.2 H. هقسم المعادلة كلها على H، تبقى ال R square على H square، وهقسم المعادلة كمان كلها على ال 0.4، لازم تبقى أكبر من 0.48. هاخد الجذر، تبقى ال R على H أكبر من 0.69. لازم ال R على H تبقى أكبر من 0.69 عشان يحصل التزايد، وكده جبت له النسبة اللي هو كان عايزها. عندنا مثال رقم 4 في الشيت. عندنا قايل إن في هنا متوازي مستطيلات وفي فوقيه بوكس. متوازي مستطيلات أبعاده 2 في 4 في 1، والبوكس أبعاده 1 في 1 في 1، وقال لك إن وزن البوكس 9000 نيوتن، والسبيسيفيك جرافيتي بتاعت المتوازي 0.7، والسبيسيفيك جرافيتي بتاعت المية 1.3. دي قال لك إن دي سي ووتر، وقال لك إن السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها 1.03. تمام. ايه المشكلة عندنا في المسألة دي؟ المشكلة ان انا عندي جسمين فوق بعض، فمش عارف السي جي بتاعت الجسم ده هتكون فين. اكيد هي هتكون متشفتة، مش هتكون لا في نص ده ولا في نص ده، هتكون متشفتة. طب انا هجيبها ازاي؟ هاخد الجسم ده وميله كده، ده السنتر لاين بتاع الجسم، وده البوكس اهو، وده متوازي المستطيلات بتاعي، وهسمي النقطة دي او، وهقول ان وزن متوازي المستطيلات كده، ده الويت بتاع متوازي المستطيلات، وده وزن البوكس، الويت بتاع البوكس. تمام. وهقول ان عظوم الاوزان دي حوالين الاو بتساوي عزم المحصلة بتاعت الوزن كلها، لو فرضت مثلا ان هنا ال W total في الطول ده، فانا لو سميت ده جي واحد وده جي وده جي اتنين، فهقول ان ال W بي في جي واحد زائد ال W بي بتاعت البوكس في او جي اتنين، جي او جي واحد، هتساوي ال W total في ال او جي. دي هجمع الوزنين، وده الوزن عندي. طب الوزن بتاع البوكس هجيبه ازاي؟ هو مش مديني الوزن بتاعه، بس مديني السبيسيفيك جرافيتي ومديني الحجم بتاعه. فالسبيسيفيك جرافيتي عباره عن ايه اصلا؟ بتساوي 0.7 لو ضربتها في 1000، بقى عندي دي الرو. تمام. من الرو بتساوي ام على في، من هنا اقدر اجيب الام، والوزن بيساوي ام في جي. من هنا كده جبت الوزن بتاع ده، ومن المعادلة دي أقدر أجيب مكان المحصلة التوتال بتاعة العظم، يعني أقدر أجيب مكان السي جي بتاع الجسمين مع بعض، وكده مش هيكون في أي مشكلة، وهقدر أجيب بقية المطالب بتاعتي عادي خالص زيها زي أي مسألة، كأنه جسم واحد وكان مفيش أي مشكلة، وعرفت مكان التوتال بتاعته. ده كده كان شرح مبسط لسكشن الفلويد بتاع البوينتس فورس. لو عندكم أي أسئلة تقدروا تبعتوها للأكونت الإيفي. السلام عليكم، معاكم اسره ميكا 18. ان شاء الله هنشرح الفلويد اللي بتتحرك باكسلريشن. لو عندي فلويد في تانك بالشكل ده، واثرت عليه انا باكسلريشن في الاتجاه ده، ايه في الاتجاه اكس، هيحصل ايه للسطح السائل اللي فوق؟ اكيد هيميل بالشكل ده، هيميل بالشكل ده لو قلنا ان هو مايل بزاويه ثيتا. الكلام ده نتيجه لايه؟ نتيجة ان هو اتحرك. عشان انا لو عندي سائل في كوباية او في اي حاجة وانا حركته في الاتجاه ده، هلاقي سطح السائل هيميل. تمام. انا ازاي اقدر ادرس سائل في الحالة دي؟ ازاي انا اقدر ادرس سائل اتحرك؟ طب انا قبل كده كنت بدرس السائل وهو واقف، بقول تأثيره على السطح ده او تأثيره على السطح ده. لا، انا عايز ادرس تأثير السائل وهو في الوضع ده، بعد ما انا ما اثرت عليه بعجلة في الاتجاه ده ايه اكس. المعادلة اللي هنشتغل بيها هي ال بي 2 ناقص ال بي 1 بتساوي سالب رو اي اكس في اكس 2 ناقص اكس 1 ناقص رو في اي زد زائد جي في زد 2 ناقص زد 1. عبارة عن ايه الكلام ده؟ لو انا خدت اي نقطتين في اي مكان، 1 و2، اول حاجة هحط المحاور بتاعتي هنا، ده الاكس وده الزد،
فانا ممكن احطها هنا، ممكن احطها هنا، يستحسن نثبتها دايما في المكان ده دايما، مش على حسب النقطة اللي انا هاخدها. دايما خد النقطة، نقطة الاصل بتاعتك هنا، والاتجاه الاكس بتاعك هنا، والزد هنا. طيب عبارة عن ايه برضو الكلام ده؟ البي 2 اللي هو الضغط عند النقطة 2، البي 1 الضغط عند النقطة 1. ايه طب النقطتين دول في خط افقي واحد؟ يعني بي 2 بتساوي بي 1؟ لا، انا هنا مش بدرس سائل ثابت والسطح بتاعه ده، لا، السطح بتاعي ده النقط اللي الضغط عليها الثابت هي النقط اللي على الاسطح المايلة كده، مش النقط دي. ليه؟ لان انا عندي هنا في اتش، وهنا في اتش تانية، الاتش مش واحدة، فطبيعي ان الضغط هنا هيكون غير الضغط هنا، هيساوي سالب برو في اي اكس، اي اكس العجلة في اتجاه اكس، في اكس 2 ناقص اكس 1. اكس 2 اللي هي المسافة من نقطة الاصل دي لحد 1، الاكس بتاع النقطة 1، واكس 2 الاكس بتاع النقطة 2، ناقص رو في اي زد زائد جي. اي زد العجلة في اتجاه زد لو انا حركت لفوق او لتحت، الجي عجلة الجاذبية الارضية اللي هي غالبا بتبقى 9.8 لو ما قالكش عكس كده، زد 2 ناقص زد 1، وزد 2 ارتفاع النقطة 2 من نقطة الاصل، زد 1 برضو ارتفاع نقطة 1 من نقطة الاصل. هنا هما غالبا قد بعض، بس في حالات تانية مش هيكونوا قد بعض. تمام، لو انا خدت الخط ده، لو انا خدت نقطتين على الخط ده، هيكون الضغط عليهم ثابت، يعني زيرو هتساوي سالب برو في ايه اكس، في اكس 2 ناقص اكس 1، ناقص رو في اي زد زائد جي في زد 2 ناقص زد 1. تمام كده. طيب انا عندي ده سائل واحد، الرو ثابته، يعني على الخط اللي فوق ده اللي هما بيسموه اكوي بريشر لاين، زد ناقص زد 1 على اكس 2 ناقص اكس 1 هتساوي سالب اي اكس على اي زد زائد جي. جبت المعادله دي منين؟ طبقت نقطتين على الخط ده وحطيت هنا ان البريشر بتاعهم هيبقى متساوي، حطيته بصفر وقسمت على رو. تمام، عندي الزاويه اللي مايل بيها الخط انا سميتها ثيتا، تان ثيتا اقدر اجيبه لو خدت الشكل ده بره، الخط المايل اهو والخط الافقي اهو، وده الخط الرأسي. الخط الرأسي ده لو انا خدت نقطة هنا والنقطة هنا، ده عبارة عن ايه؟ عن الدلتا زد، زد 2 ناقص زد 1. طب وده؟ ده برضه دلتا اكس، اكس 2 ناقص اكس 1، بس هتكون دلتا زد لو انا خدت جي 2 ودي 1، هتبقى دلتا زد زد 2 ناقص زد 1، انما دلتا اكس اكس 1 ناقص اكس 2 عشان تبقى بالموجب، او لو خدتها العكس هتبقى بالسالب، يعني معايا اشارة سالب. المهم لو قلت ان دي زاوية ثيتا هيبقى الميل بتاعها دلتا زد على دلتا اكس بيساوي، انا قلت ان دلتا زد على دلتا اكس بسالب اي اكس على اي زد زائد جي. تمام، نشوف مثال على الكلام ده. المثال رقم 6 في الشيت، لو عندي سائل هو قال ان هو مية موجودة في تانك بالشكل ده، وفوقيها هواء ارتفاعه 0.2 متر، والمية ذات نفسها ارتفاعها 1 متر. تمام، وقال لك ان هو اثر عليها باكسلريشن في الاتجاه ده اي اكس، وما قالكش قيمتها، انت اللي هتجيبها. وقال لك ان، بس قال لك ان الاكسلريشن ده ميل السائل ده بزاوية الفا، ما عنديش الفا، ما عنديش الاي اكس، عندي كل اللي عندي الارتفاع ده والارتفاع ده. طيب ايه الحاجة اللي ثابتة في الحالتين؟ ايه الحاجة اللي لما حتى لما السائل اتغير فضلت ثابتة؟ الفوليوم ده. ازاي؟ انا عندي المية حجمها ما بيتغيرش، يعني المية لما حركت، لما كانت هنا وحركتها بقت كده حجمها هو هو، يبقى اكيد بقية الحجم اللي باقي في التانك هو هو، لان التانك حجمه ثابت، يبقى حجم الهواء هنا هو هو حجم الهواء هنا. حجم الهواء هنا ايه؟ عبارة عن ايه؟ عن 2، هو كان مديني ان الطول ده كله 2 في 0.2 في البي، البي ده انا افترضت ان هو الويت، في 0.5 في، انا لو سميت الطول ده اكس، مش حجم الشكل ده نص طول القاعدة في الارتفاع في الويت، نص القاعدة اكس الارتفاع اللي هو 1.2 في الويت اللي هو بي، هطير البي مع البي، الاكس هتطلع لي من هنا باتنين على تلاتة متر. جبت الطول ده هعمل بيه ايه؟
هقول ان التان الفا، الالفا دي هي هي الالفا دي، عشان ده بيوازي ده وده قاطع، تبقى الالفا هنا هي هي الالفا هنا. تمام، التان بتاع الالفا دي مقابل على مجاور، 1.2 على اكس. بس انا الالفا دي انا هنا قايساها عكس عقارب الساعة. يعني ايه؟ يعني انا لو عايزة اقيس فعلا زاوية ميل الخط ده بقيسها كده، مش بقيسها من هنا. فدايما لما بقول الالفا بحط اشارة سالبة علشان انا قايساها عكس عقارب الساعة، بتساوي سالب اي اكس على اي زد زائد جي، ده القانون بتاعي اصلا. تمام، عندي ايه اللي مجهول؟ عندي الاي زد وانا محركتوش في اتجاه الزد اصلا، فالاي زد بزيرو، ودي 9.8، وعندي الاي الواحد وبوينت اتنين، والاكس انا مطلعاه من شويه باتنين على تلاتة، تبقى الاي اكس ب18 متر بير سكند سكوير. تمام، لو طبقت المعادله اللي انا خدتها على اي نقطتين، انا هو كان عايز البريشر هنا، سميت النقطه دي بي، وانا حطيت النقطه دي سميتها ايه، وهطبق عليهم. طب اشمعنى النقطه دي والنقطه دي؟ انا عندي كان قايل لي ان ضغط الهواء ده بالضغط الجوي، طبيعي ان هو ضغطه هنا برضو هو الضغط الجوي، فبالتالي انا عندي ضغط النقطه دي مش هتعب فيها، فاخدت نقطه معروفه ونقطه تانية. طب ما انا كان ممكن اخد اي نقطه هنا وضغطها برضو الضغط الجوي، لا، طب ما النقطه دي الزد بتاعها هو هو الزد بتاع النقطه دي، فبالتالي هطير الترم بتاع الزد كله، مش هاخده في الاعتبار. البي بي ناقص البي ايه هتساوي سالب رو في اي اكس في الاكس بي ناقص الاكس اي ناقص رو في اي زد زائد جي في زد بي ناقص زد اي. عندي قلنا الترم ده بزيرو، يبقى كل ده هيروح. بعد كده عندي البي اي قلنا بزيرو لان احنا شغالين جيج، يبقى من هنا البي بي هتساوي سالب الف سالب رو، الرو بألف، في الاكسلريشن اللي لسه جايبها ب18، الاكس بي انا قلت ان انا بحط الاكس بتاعتي هنا، ده كده الزد وده كده الاكس. تمام، يبقى الاكس بتاعت نقطة بي بزيرو، والاكس بتاعت نقطة ايه بالطول ده اللي هو 2، يبقى الاكس بي بزيرو ناقص 2، ده هيطلع اشارة سالبة، هتروح مع الاشارة السالبة، يبقى البي بي هيساوي 30,000 36,000. تمام، طيب لو طلب مني ان انا احسب الفورس اللي بتأثر على الكفر ده، لو انا عندي التانك ده في كفر من فوق، طب انا لما حركته كده هو عايز الميه اللي جوه عايزه تقع وانا قافله، فبالتالي هتعمل بريشر على الجزئيه دي. الجزئيه دي لو انا كنت فاتحاها وماسكه كوبايه وماشيه بيها، مش الميه هتقع مني لو انا ماشيه بيها بسرعه وهي ممليه على الاخر؟ الميه هتقع، طب الميه عايزه تقع بس انا قافله، فبالتالي تعمل بريشر فورس هنا. البريشر فورس دي انا لو مديت الخط ده والخط ده واتقطعوا، هي دي الجزئيه اللي كانت عايزه تخرج من الميه، لو انا كنت فاتحه ده دي الجزئيه اللي عايزه تخرج، فبالتالي بتعمل بريشر هنا. بحسب البريشر ده ازاي؟ بالطرق القديمه عادي، عندي طريقتين لحساب البريشر، وده فيرتيكال بليت، يبقى الاف هتساوي البي سي في الايه، عباره عن ايه البي سي دي؟ لو انا افترضت ان السنتر بتاع الجزئيه دي اسمه سي، فهقول ان القوه اللي هتاثر هنا هتبقى بالبريشر عند نقطه سي في الاريا. طب هجيب البريشر عند نقطه سي ازاي؟ البريشر عند نقطه سي هطبق المعادله بتاعتي على نقطه سي ونقطه دي، انا عندي نقطه دي دي على السيرفس ده، فبالتالي الضغط عندها بزيرو، ناقص البريشر عند دي بيساوي سالب رو في اي اكس في اكس سي ناقص اكس دي ناقص رو في اي زد زائد جي. اذا البي سي هيساوي 1200 باسكال. كان عندنا هنا الزد 2 الزد سي ناقص الزد دي. تمام، الزد سي والزد دي ثابتين، الاكس عند نقطه سي والاكس عند نقطه دي اقدر اجيبهم لان انا عندي الطول ده وعندي الطول الكلي، فبالتالي الاكس عند نقطه سي هنا ده نص المسافه دي، انا اجيب المسافه دي كلها، هتبقى مهم يعني ان الاكس سي هتطلع بنص الاكس دي، وهجيبها انا من عندي الطول ده، انا كنت جايباه من الاول كان اللي هو الاكس،
فهقدر اجيب الاكس سي والاكس دي، وعندي الرو انها ميه، وعندي الاكسلريشن في الاتجاه اللي انا كنت جايباها ب18، والبي دي بزيرو. من هنا جبت البي سي، الاف كانت بتساوي البي سي في الاريا 1200 في 4 على 3 في البي بتساوي 1600 نيوتن بير متر. ايه ده، انا ازاي حسبت الفورس اصلا وانا عندي هنا مجهول؟ ايوه، ما انا طلعتها نيوتن بير متر، ما طلعتهاش نيوتن. يعني ايه الكلام ده؟ انا ما عنديش الوات، فطلعتها نيوتن بير يونت ويت. هو كان طالب كده اصلا في المساله ان هتطلع نيوتن بير يونت ويت. السي سي بي كنت بجيبه ان هو اي اكس اكس على واي سي في الاريا بيساوي البي في 4 على 3 اس 3 على 12 في 2 على 3 في البي في 4 على 3. جبت الكلام ده منين؟ الواي سي هنا ده فيرتيكال بليت، فهتكون الواي سي بتساوي الاتش سي، وال الاريا ب الاريا بتاعت البليت ده، انا هشوف الجزئيه دي اللي هي ب 4 على 3، طول ده كده 4 على 3 في الويتس اللي هو بي، وال 2 على 3 دي اللي هي الاتش سي، ال 12 دي بتاعه الاي اكس اكس اللي هي بي في 4 على 3 اس 3، الويتس في الجزئيه دي اس 3. من هنا هيطلع سي سي بي بتساوي 2 على 9. طب كان في طريقه تانية كنا بنحسب بيها الفورس اللي هي شبه الاستراكشر شويه. كنت بعمل ايه؟ كنت بقول ان الطول ده، ان الفورس بتساوي مساحه المثلث ده، مساحه المثلث ده يعني انا عايزه طول الجزئيه دي اللي هي البريشر عند نقطه او، هجيب البريشر عند نقطه او البي او ناقص البي دي اللي عندي سالب رو في اي اكس في اكس او ناقص اكس دي ناقص رو اي زد زائد جي في زد او ناقص زد دي. يبقى البريشر عند نقطه او انا عندي دي بزيرو، عندي نقطه او الاكس بتاعها بزيرو، الترم ده هيروح لا سوري، الاكس بس هي اللي هتروح، وعندي الاكس دي بالاربعة على ثلاثة. من هنا هتبقى سالب الف في الاي اكس 18 زيرو ناقص اربعة على ثلاثة هتساوي 2400 سوري 24000 باسكال. طيب الترم ده راح فين؟ الزد عند او بتساوي الزد عند دي، وبالتالي الترم ده هيروح. تمام، من هنا الاف هتساوي نص في 24000 في 4 على 3 اللي هو طول القاعدة في دي اللي هو الويدث، هتساوي 16000 نيوتن بير متر. نفس النتيجة اللي انا طلعتها من الطريقة الاولانية، وطبيعي الـ OCB كنت بسيب بقول ان القوة هتبقى على مسافة التلت والتلتين، فالـ OCB هيبقى التلت الطول الكلي 1 على 3 في 4 على 3 هتساوي 4 على 9 متر، طولها 4 على 9. طب انا طلعته هنا 2 على 9، انا هنا كنت مطلعة المسافة ما بين السي والسي بي، بس انا هنا طلعت المسافة ما بين السي بي والاو، يعني طبيعي انها هتطلع مختلفة، ولو جمعناهم على بعض هيطلع لنا الاو سي، وهنلاقي ان الطول مظبوط يعني هي هي. طيب لو عايز احسب الفورس على البليد ده او بي هحسبها ازاي؟ اولا شكل توزيع الفورس هيبقى عامل كده، الفورس كل ما بتنزل لتحت بتزيد. الطريقه اللي هي الثانيه اللي هي بالمعادلات مش بالاستراكشر، الاف بتساوي رو في جي في اتش سي في الاريا هتساوي البي عند نقطه سي في الاريا. طب هجيب البي عند نقطه سي ازاي؟ البريشر عند نقطه سي، لو انا خدت السي دي انها سنتر البليد ده، هجيبها ازاي؟ هطبق المعادلة على النقطة دي واي نقطة تانية، هاخد النقطة دي لان انا كنت عارفاها اللي هي الايه، البي عند سي ناقص البي عند ايه هيساوي سالب رو في اي اكس في الاكس سي ناقص الاكس ايه هتساوي سالب رو سوري ناقص سالب رو في اي زد زائد جي في الزد سي ناقص الزد ايه. من هنا هطلع انا عندي البريشر ده بزيرو، وعندي الزدات اقدر اجيبها، والاكسات الاكس هنا بزيرو، الاكس هنا بالطول ده اللي هو 2 متر،
الزد هنا بالطول ده اللي هو نص البليت، الزد هنا بزيرو. من هنا هقول ان البي سي هتساوي 30,000 باسكال. الاف قلنا انها بتساوي البي سي في الاريا، 30,000 في 1.2 في البي، الطول ده كله 1.2 في الويدث اللي هو البي، هتساوي 36,000 نيوتن بير متر. السي سي بي بيساوي الاي اكس اكس على الواي سي في الاريا. طيب الواي سي بيساوي ايه؟ بيساوي الاتش سي، علشان ده البليت واقف راسي مش مايل. طيب هجيب الاتش سي ازاي؟ بالبريشر عند نقطه سي على الرو في الجي، مش البريشر اصلا برو في جي في اتش، فبالتالي هجيب البريشر واقسمه على رو في جي، هتطلع ب 3 متر. هعوض فوق هنا على الواي سي ب 3 متر، والاي اكس اكس هجيبها عادي، عندي البليت اهو، عندي الطول وعندي العرض، فهعرف اجيب الاي اكس اكس. من هنا السي سي بي هتساوي 0.56 متر. طيب عايز يجيب برضو الفورس بس على البليت اللي تحت ده، هيجيبها ازاي؟ اول حاجة البليت ده في الحالة الاولانية خالص كانت ايه الفورس اللي بتأثر عليه؟ الفرصة اللي كانت بتأثر عليه هي الفرصة بتاعت السائل ذات نفسها العادية خالص، كانت فرصة ثابتة، وانا نقدر نحسبها انها بوزن السائل. يعني الاف الاصلية كانت بتساوي الاف ويت، صح؟ اللي كانت بتأثر هنا. طيب ايه اللي زاد؟ اللي زاد ان انا عندي السائل ده بيأثر بقوة هنا كده عايز يزق، فانا لو واقفة انا هنا عشان عايز انا ازق فوق مش هزق تحت، هزق برجلي تحت عشان اقدر ازق فوق، فبالتالي في البريشر اللي بتأثر على الكفر دي هي بتأثر تحت هنا زائد الاف على الكفر. طب ما انا حسبت الاف على الكفر دي من شوية كانت ب 16,000 زائد الاف بتاعت الويت، اقدر اجيبها عادي زي ما كنت بجيبها ب 1000 رو في 2 في بي في 9.8 رو في جي في الاتش في الويت. مهم الاف هتساوي 36,000. طيب عايز اجيب المسافة، عادي برضو هقدر اجيبها بانها المسافة هنا هتبقى بتأثر على التلت والتلتين، هتبقى البي سي بي هتساوي 1/3 × 2 هتساوي 2/3. طيب دي مسألة رقم 11 في الشيت، قال لك عندك تانك، التانك ده فيه سائل ارتفاعه اتش متعرفش قد ايه، حركه بعجلة في الاتجاه اكس 4 متر بير سكند، وعندك الزي بتاعه، وعندك الارتفاع بعد بتاع السائل سوري بتاع التانك كله، الارتفاع بتاعه كله 60 سنتي متر، والتانك ده مفتوح، وقال لك ان انت بعد ما حركته السائل مال، ده طبيعي، مال بزاوية ثيتا، عايز اكبر طول اتش ممكن بحيث ان لما السائل يتحرك بالعجلة دي ما يت... السائل اللي جوه ده ما يتقلبش. هعمل ايه؟ هجيب تان الزاوية دي، كان عندي قانون لتان ثيتا بتساوي سالب اي اكس على اي زد زائد جي بتساوي سالب زد على زي على 2. جبت الكلام ده منين؟ طبيعي ان لما السائل يطلع كده اللي هيطلع فوق قد اللي هينزل تحت، ده طبيعي لان السائل غير قابل للانضغاط، فبالتالي الطول اللي هينزل قد اللي هيطلع، فنقطة التقاطع دي هتكون في النص بالظبط، فالطول ده زي على 2، وانا سميت الحتة اللي هتتغير دي لفوق زد، الحتة اللي مسموح بيها ان هو يطلع انا سميتها زد، تمام؟ فدي عندي ثيتا ودي زد ودي على 2، التان ثيتا بالمقابل على المجاور زد على دي على 2، وانا حطيت اشارة سالبة عشان قلنا ان ثيتا بتبقى مقاطعة عكس الاتجاه. من هنا هتبقى الاربعة اللي هو قايلها لي الاعلى، لو ضيعنا اشارة السالب يعني الاي زد بزيرو، الجي ب 9.8، زد على الاو بوينت 2. ايه الاو بوينت 2 دي؟ الاربعين قسمتها على المية علشان تطلع لي بالمتر، تستخدم هنا تستخدمها كلها سنتي لان اصلا هو مديك الطول الكلي بالسنتي، فخليها 20. هتبقى الزد هتساوي 8.2 سنتي. طيب انا كده جبت الزد اللي مسموح بيها، الزد اللي هو مسموح بيها ان هو يطلع، يبقى الاتش بالطول الكلي ناقص الزد، ده اكتر طول مسموح بيه، الاتش ماكسيمم
هتساوي ال H سوري ال T ناقص Z هتساوي 5.8 سنتيمتر، يعني 8.2. اخر حاجة هنقول فكرة المسألة دي بس، ومش هنقول ازاي تتحل. ايه عبارة عن ايه فكرتها؟ عندي سائل بيتحرك على سطح مايل. سطح مايل، ايه المشكلة في السطح المايل؟ ان هو مديني الاكسلوريشن مايلة. طب ايه ده؟ دي هعتبرها ايه، اكس ولا هعتبرها ايه واي؟ في الحالة دي كل الفرق ان انت هتحلل، هتخلي الاي اكس بتساوي الاي، دي عندك الزاوية دي ثيتا، ايه كوزين ثيتا. الاي زد هتساوي الاي ساين ثيتا، وهتشتغل المسألة بتاعتك عادي جدا، ما فيهاش اي مشكلة. خلاص انت عندك بليت عادي، وعندك بيأثر عليه اتنين اكسلوريشن في اتجاه الاكس وفي اتجاه الزد، كنا دايما بنشتغل باكسلوريشن واحدة، لا هنا عندك اتنين اكسلوريشن. اهم حاجة بس ان منظر المسألة ما يفجعكش. المهم كان ايه المطلوب في المسألة دي؟ كان مطلوب منك السبليت فوليوم، ده عبارة عن ايه؟ عايز لما السائل ده يتحرك قد ايه فوليوم هيقع. هجيبها ازاي؟ هجيب الفوليوم before moving واطرحه من الفوليوم after moving. بكده هجيب الفوليوم اللي وقع، انا جبت الفوليوم قبل ما اتحرك والفوليوم قبل بعد ما اتحرك، وبكده هجيب الفوليوم اللي خرج من السائل. وده كده كان شرح مبسط للسكشن المجمع للسلود. ولو عندكم اي اسئله تقدروا تبعتوها على اكونت الاي سي، وشكرا.